على الهواء الى زميلنا عبد الله منتصر من داخل معهد البحوث الفلكيه. عبد الله برحب بيك، واحنا مستنيينك من بدري، عايزين نعرف عندك ايه وكيف يرصد المرصد هذه الظاهره. تفضل يا عبد الله. اهلا بك يا استاذه. طبعا الليله يشهد الوطن العربي ككل ظاهره فلكيه لم تحدث منذ حوالي 83 عام. هينضم الينا دكتور رحومه مدير معمل ابحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه وبجوار القبه الشمسيه، هيشرح عمليه خسوف القمر كيف تتم، وهذه الظاهره لماذا يطلقون عليها بظاهره فريده من نوعها. اهلا وسهلا بحضراتكم في المعهد القومي للبحوث الفلكيه. اليوم احنا في صدد رصد الخسوف القمري اللي هو اطول خسوف قمري في القرن ال21. هو طبعا المنطقه العربيه بيتصادف او الحسابات بتقع الخسوف القمري ده بدايه من المغرب وامتدادا الى الليل، فعشان كده بيستمر معانا 6 ساعات متواصله، واحنا نقدر نشوف الخسوف القمري في جميع المراحل بتاعته من شبه الظل والظل وهكذا تدريجيا. ابتدت من الساعه 7:15 دقيقه لحد 8:22 دقيقة وبدأ ان احنا نراه بعينينا، وبدأ يدخل في طور الخسوف الكلي وهيبدأ ينجلي من هذه الفترة عند 11:30 ويبدأ يرجع لطبيعته تاني بعد الساعة 1:30. نراه القمر بصورة البدر ذو القيع ده اللي احنا عارفينها عندنا. والظاهرة دي يا دكتور بتظهر يعني الواحد شو يقدر يشوفها بالعين المجردة ولا لازم تلسكوب؟ هو الظاهرة دي ظاهرة فلكية متواجدة طول العام، بس احنا ظروف الرؤية ديت ان هي جاية في توقيت الليل بتاعتنا، فالظروف كويسة للرؤية بتاعتنا. احنا نقدر نشوفها بالعين المجردة، لكن التلسكوب بتدينا صورة أوضح، لذلك المعهد أمدنا بشاشات عرض كبيرة جدا للجمهور وفتح أبوابه للجمهور بالمجان، وحطينا كمية تلسكوبات 27 تلسكوب عشان الجمهور يقدر يتابع الظاهرة دي بنفسه، بالإضافة لأن احنا بنرصد رصد لايف ونبثه على شاشات العرض اللي موجودة عليها مجموعة علمية من الدكاترة كلهم بيبدأوا يشرحوا للجمهور إيه معنى الخسوف وتطوراته، وكان في محاضرة الساعة 5 وكان في مؤتمر صحفي، وإحنا يعني موجودين متواجدين مع الجمهور عشان نشرح له كل التفاصيل الخاصه بالخسوف. 83 سنه لم تتم هذه، يعني منذ 83 سنه الظاهره ديت لم تتم. هل كل 83 سنه يعني نرى هذه الظاهره ولا على مدى ابعد؟ لا يا فندم، هو ظاهره الخسوف موجوده سنويا في متوسط من 5 لـ7 مرات، لكن الظروف بتقع المره دي في المنطقه العربيه ان ظروف الرؤيه بتسمح لنا بان احنا نشوف مراحل الخسوف كامله. بالنسبه كام يا فندم؟ لكن الخسوف بصفه عامه ممكن يحدث في منطقه اخرى ويكون عندنا احنا نهار او نقطع معاه في جزء من الليل، لذلك احنا ممكن نشوف من وقت قليل، لكن ظروف الرؤيه المره دي بتسمح ان احنا نشوفه بالعين المجرده وبجميع الاحوال، وبيديني اتساع من الرؤيه لانه موجود في وقت الليل يسمح ان كل الناس تشوفه في توقيت الليل ده. انا شايف طبعا جمع كبير جدا من المواطنين، هل انتوا فاتحين المعهد القومي والقبه لجميع المواطنين ولا الاعلام بصفه خاصه؟ لا، هو طبعا احنا بنرحب بالجمهور بصفه عامه وعاملين لهم مكان بيهم وشاشات عرض كبيره بحيث انه يتابعوا الحدث وناس واقفين بيشرحوا لهم كثقافه فلكيه، والمعهد هو ده من ضمن الاهتمامات بتاعته ان هو يكون خدمه من المجتمع ويشرح للناس تطورات عشان نخلي الناس تفكر بالطريقه العلميه ويبعدوا عن طريق التنجيم، وخصوصا ان هو اليومين دولت اشيع في الفتره الاخيره عن اقتراب زلزال ولا العلاقات ما بين الناس وهكذا، ودي نوع من انواع التنجيم ليس لا علاقه بالفلك، لان علم الفلك هو علم بيخضع للحقائق والحاجات العلميه، ما يخضعش للتنجيم بصفه عامه، والزلازل ما حدش يعرف يتنجم بيها يتنبا بيها على الاطلاق، واحدث الاجهزه على مستوى العالم ما بتعرفش تتنبا بيها الا بضع ثواني بس من حدوث الزلزال، وربنا يحفظ مصرنا الكريمه. بالنسبه ليه لون القمر فيه لون الاحمر؟ هو ده عباره عن انكسار اطياف موجيه، وفي دخوله مع الغلاف الجوي الارضي بتدي الضوء دوت، ودايما احنا بنسميه اللون النحاسي او اللون، وبنبعد عن اللون الدموي اللي انتشر اليومين دول في الصحافه، وهو الوان من الوان قرب وبعد القمر وانكسارات خاصه بالغلاف الجوي الارضي هو اللي بيظهر لنا الالوان دي. طبعا الدكتور اسامه رحومه بنشكره جزيل الشكر، كان معانا وضح لنا الرؤيه. عبد الله انا كنت بس من فضلك قبل وكيف تتم وضح عبد الله لو سمعني بس، كنت عايزك تسال ضيفك. اتفضلي يا استاذ. اتفضلي. هو يمكن اشار سريعا لموضوع القمر الدموي، فهل دلوقتي احنا الساعه دلوقتي 10:30، هل بالفعل خلاص اكتمل القمر الدموي اللي هو بيكون شديد الحمار كلون؟
ولا في درجات اكتر منه؟ احنا دلوقتي طبعا الساعه اقتربت على الساعه 10 وثلث. هل بالنسبه للقمر دلوقتي القمر الدموي ده كده خلاص النهائي بتاعه ولا لسه في كمان زياده عن كده؟ يا فندم هو الخسوف الكلي للقمر هو موجود في المرحله بتاعته دوت وتستمر لحد الساعه 10:32 دقيقه، وبعد كده يبدا انفلات القمر من الناحيه الاخرى ويبدا يعود القمر تدريجيا لمرحله لحالته الطبيعيه ابتداء من الساعه 12 و12 دقيقه. يعني احنا دلوقتي وصلنا اقصى درجه درجاته حاليا، ويبدا ينفلت من الناحيه الاخرى ليعود الى دور البدر الطبيعي. طبعا يا استاذ دلوقتي وضح لنا ان القمر وصل الى اقصى درجات الاحمرار، ويعني وضح لنا الرؤيه الكامله بالنسبه لخسوف القمر. بشكرك جزيل الشكر يا عبد الله، وبشكر ضيفك الكريم، وانا عارفه ان انت لسه هتكون موجود شويه هناك، لو في اي جديد لو القمر كده غير رايه في اللون ولا حاجه ادينا بس تليفون ننقل تاني على الهواء معاك ونتابع. بشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد الله منتصر متحدثا الينا على الهواء من معهد البحوث الفلكيه. دي ظاهره كونيه زي ما قلنا متفرده، يا ريت نفهمها ويا ريت نعرفها ويا ريت نعرف طبيعه هذا الكون، هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته وجلاله. النهارده عندنا فقرات مهمه جدا وعندنا مجموعه ايضا مهمه